السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، تحياتي لكم. يوم الاثنين السوق والماس للمواشي، اليوم جوج شهر 12 2024، أثمنة ديال المواشي اليوم غنشوفو. هادو خوتي راه تباعو 48 باش تباعو، هادو صغار سنان الحليب 48 باش تباعو. اليوم خليكم معنا، غادي أثمنة ديال المواشي، خليكم معنا. جزاكم الله خير الجزاء، ربي يسهل عليكم، الله يحفظكم دنيا واخره. هادو مبيعين اخوتي 48 ما شاء الله تبارك الله، سنين الحليب 48 باش تباعو اخوتي. صافا ما مقدينش ما شاء الله تبارك الرحمن، شراهم واحد السيد ب 45 باعهم 48. الله يسخر الجميع والله يسر الجميع ما شاء الله تبارك الرحمن، خربان زوينين تبارك الله يسر. نتمنى من الاخوان ان الصوت يكون واضح، لان كان من الفيديو اللي قبل كانوا الناس كتشكى من الصوت. تحياتي للاخوان. شحال يوضا نوي دواتا؟ والله ما مسرق، انت غاطا مسرق، انا كنت 14 30 30 ها؟ شحال استوشيو؟ شكون؟30 اخوتي تعطات فيهم جملة فهاد الكور. وشوفوا والله انت جمله لا بغيت تبيع الثمن غير كتحبهم حتى 50 صاحبي، هذاك اليوم واحد عارفه كل 75 درهم زيد عليهم عزيز شحال مشان اخويا هاي مخزن بحال شهر 45 و 600 اخ ما عزيز بكاش المخدم صوب عزيز صوب
ترى المنظر هي اللي تفيدنا حتى تجينا حميد اوغتيني هني بزاف وجديت واش حال قلتي لي ابو عزه دابا وا محمد عيط على محمد نشوف واش ثاني لا وتوي عزيزي مشوي ضرب عليه والله اصلا واصغولي والله اصلا عندي كيس والله كفول وعزيز غزات الشرط شو تفاصيل السعاده ديك تصور لك ثلاث كا افق طرف فيها هذا ولدي فقط فك شاول ترمد انا ما غنخرج اش مع عزيز ربعنا لك نشاوروا وما عزيز بغي شي واحد يواليهم وا ممكن يوال شي يجي حق ربي ما كان انت مسكين الفاهم وا محمد وا يا جي ما يربحش او ديولا تقدر العمر ما غاديش يدير العمر يا كاين انا